And thank you all for attending today. مساء الخير لكم جميعا. وشكرا لحضوركم اليوم. محاضرتنا اليوم عن التعامل مع تحديات الحياة بسهولة، ومحدثتنا المتميزة إليزابيث باديلا هي من كاليفورنيا. أولا أود أن أشكر هارموني هاوس، مركز هارموني هاوس للتأمل بالكويت، الذي حضر برنامج اليوم بالتنسيق مع جمعية بحرين للتأمل تطوير الذات. شكرا للدكتور عواطف للترجمة اليوم. وأيضا أود أن أشكر المشاركين من تركيا، لأني الآن أعرف بأن هناك الكثير من المشاركين من تركيا. شكرا لكم جميعا. أولا دعوني أعرف نفسي، أنا مشاركي، أنا مقدمكم اليوم، اسمي خالد عيسى من الكويت، أنا أمارس التأمل من حوالي 5 إلى 6 سنوات، وأنا استفدت كثيرا من التأمل في حياتي اليومية عن الطرق التي نستخدمها التي ساعدتني، مثل محاضرتنا اليوم التعامل مع تحديات الحياة. تعلمت كثيرا كيف أجعل من الحياة سهلة بالنسبة للأشياء تظهر في حياتي، أجعل من الأشياء الكبيرة تصبح صغيرة. وأنا أيضا تعلمت أن كل تحدي يأتي من أجل هدف ومن أجل نموي وحتى يجعلني أقوى. دعوني أبدأ بأن أقدم متحدثتنا الخاصة إليزابيث باديلا، إنها ليست فقط متحدثة، إنها ملاك. شكرا إليزابيث لانضمامك إلينا. سوف أقدم تقديم قليل عنك، إنها ممارسة التأمل ومدرسة للتأمل منذ أكثر من 30 عام، تعيش في مركز معتكف في كاليفورنيا لذلك التأمل، وتدير كثير من البرامج والأنشطة والمعتكفات، وهي شاركت في مجلس الأديان في كاليفورنيا وأيضا في برامج عبر الديانات، وهي أيضا أخذت تدريب في مجال طريقة الاستفسار التقليدي وأيضا إدارة الذات، وهي تصمم وتقدم المحاضرات والمعتكفات وورش العمل وذلك لتطوير الذات، وهي أيضا تسهل كثير من وهو عبارة ورشة الإيقاظ الحالم، وهي عبارة عن ورشة مشهورة، وهذا شيق جدا. إنها ممثلة ومغنية موثوقة وموهوبة أيضا، وهي تم تدريبها في المسرح الموسيقي في أمريكا، وهي الآن تعمل على سي دي، على شريط ممغنط. نتمنى أن نصغي على أغنية من أغانيها في نهاية هذا اليوم. وهناك الكثير من الحب والسلام في حديثها وأغانيها، وإذا أودتم أن تسألوا أسئلة تستطيعوا أن تسألوا هذه الأسئلة في صندوق المحادثات، وإليزابيث تستطيعين أن تبدأين اليوم الآن. شكرا جزيلا. شكرا خالد، هذا كان تقديم جميل منك. أشعر بأني مرحب بي كثيرا، وأنا سعيدة لأن أكون بينكم جميعا. لدي تجارب جميلة في زيارة الشرق الأوسط، وأشعر بأن هذا مكان للتعاطف والرحمة، ولديه القلب الكبير.
Also want to thank Sister Aruna and the Harmony House team. وأود أشارك معكم عن مواجهة العالم بتحديات العالم بسهولة، وأيضا أشكر الأخت أرونا والأخت بابيترا على جعل هذا يحدث. أنا سعيدة لأن أكون معكم اليوم. إنه شيق جدا أن تركت مسرح المسرح مهنيا منذ عقود، ولكني أواصل في أن أستخدم ممارستي بطريقة إبداعية أكثر، بطريقة روحية، وهذا ما جلب الكثير من السهولة. أشعر بالأصالة أكثر، ولكن الذي يأتي أيضا مع ذلك، قد تكون لاحظت ذلك عندما تجلسون في هدوء وتتأملون، تعرفون أنفسكم أفضل وتستطيعون أن تعرفوا على ما الإيجابيات والسلبيات، التي أعني الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية في عاداتنا. وأحب هذا الموضوع أن نتعامل مع الأمور بسهولة، وأسأل نفسي لماذا عندما ننظر إلى الماضي في تحدياتنا؟ هل فكرت في ذلك عندما تنظرون؟ حتى لو فكرت للحظة في أن تفكروا في تحدي مريتون فيه، لماذا عندما ننظر إليه نشعر بأننا ممتنين لهذه التحديات؟ نستطيع أن نقول بأني لن أكون هنا لو لم أمر بتلك التحديات، لن أقوم بما أقوم به. لا يمكن أن أتعامل بمهارة بدون هذه التحديات. وبالتالي فكرت، لماذا علي أن أنظر للموقف الذي عدى حتى أستمتع بالفائدة، وأحياناً حتى أبكي. ويأتي مرح في هذا السياق عندما نقول تتذكر عندما كان كذا، ونضحك حول ذلك. ولكن سألت نفسي، لماذا عندما نمر بنفس الحدث بنفس المنظر الحالي، ألا يمكن لدي أن يكون لدي نفس المنظور، نفس الصورة الأكبر والسهولة؟ وبالتالي فكرت في ذلك وجلبت بعض النقاط مع بعض التي تعني الكثير لي، وأنا جربتها بنفسي، وأود أن أشاركها معكم. بعض الشرائح على الباوربوينت، والذي قمت به هو أنا بحثت في القاموس عن كلمة تحديات، وهي تأدي أن يكون هناك تنافس، أن أظهر المهارة، أن يكون هناك موضوع. فبالتالي التحدي يسمح لنا بأن ننمو، بأن نصبح أقوياء، أن نصبح ماهرين. والرياضة عادة تكون مسلية والسهولة أنها تتحرر من الجهد، من الاهتمام، من القلق، من الخوف والشكوك، بأن أنا أكون في بساطة مع نفسي، أنا في بساطة مع اللحظة الحاضرة، أنا في بساطة مع المستقبل. فبالتالي كيف ممكن أقوم بذلك؟ كيف ممكن أن أتعامل مع تحديات الحياة وأحافظ على ذلك المنظور؟ وأيضا حتى أقدر كيف هذه التحديات تقويني. أحب مثال الفراشة عندما تكون في غرفتها، في غرفتها الصغيرة قبل أن تبدأ، وتبدأ في أن تضغط حتى تخرج إلى الحياة. يكون هناك صراع عليها أن تقوم به حتى تضغط على أجنحتها وعلى رجلها وتحرر نفسها من تلك الحوصلة.
وإذا أردت أن يكون لدي ذلك الشعور الرحيم وبغيت أن أخرجها من هذه الغرفة وأفتحها من أجل الفراشة، ما الذي سوف يحدث؟ سوف أعيق هذه الفراشة. في الحقيقة الدفع على هذه على الجدار لهذه الحوصلة يقوي الرجلين ويعطيها الحيوية ويقوي الأجنحة أيضا حتى تستطيع أن تطير. تستطيع أن تتخيلون لأنفسكم بأن كل شيء يحدث لي الآن والذي حدث لي والذي سوف يحصل من أجلي. For me. It's designed. إنه مصمم لي حتى أتطور وأقوى حتى أعيش. وبالتالي دعونا ننظر إلى كل من هذه الأشياء التحديات والسهولة ونفهم أكثر في هذا السياق. عندما تفكرون في التحدي عادة عندما whatever's normally happening. في أي شيء يحدث هناك تغيير، مثلا في العلاقات هناك تغيير، في العمل المواقف تتغير، يمكن بعضهم يكون متقدم وأنا لا، أو أني أبحث عن عمل جديد. فإذا ظروف العمل تتغير، ظروف العائلة تتغير، المجتمع ظروف المجتمع تتغير. حتى الآن هناك تطويرات عالمية تحصل في العالم وتؤثر في حياتنا. بالتالي التحدي يحدث في التغييرات. فإذا كنا نود أن نلعب رياضة مثل كرة القدم نستمتع به، ولكن إذا أنت تلعب لوحدك بالكرة لن يكون هناك مرح. وأيضا مهارتي سوف تتطور عندما يكون هناك فريق وهناك فريق مضاد أيضا. فبالتالي أن أركل الكرة وبدل من ذلك أنت تود الكرة أن تأتي إليك، وبالتالي أنت تظهر مهارتك. أنت لن تسأل لماذا رموا لي الكرة، كيف جاءت لي هذه التحدية، ماذا. ونفس الشيء بالنسبة ل المهارة الذهنية مثل الشطرنج، إنه شيق بأن تجعل كل شيء يتحرك بطريقة استراتيجية، ولا تود أن تخسر أي قطعة. ولكن إذا خسرت قطعة أو كسبت قطعة أنت تتعلم، وإذا احتفظت على المنظور الصحيح تأخذ الموضوع بخفة وتستمتع باللعبة. ولكن إذا وضعت نفسك إذا أخذتها بجدية كبيرة ومع كل قطعة مفقودة أو أخذت منك تأخذها بطريقة شخصية، سوف أنت يكون لديك تجربة شاقة. إذا لدي في عقلي بأني أنا أتعلم مهارة لتمرين بصيرتي مثل في حالة الشطرنج، وأيضا أنا أحب الأحصنة ونتذكر سباق الأحصنة، إذا أود أن أقوم به لوحدي في حياتي لن أتطور بقدر ما أنا أقوم به مع الآخرين. ولا يوجد هناك المنافسة، ليس المقصود هنا المنافسة، ولكن المتعة أن أكون مع الآخرين وأتعلم مع الآخرين وأسمح لنفسي بأن أكسب البصيرة. عندما تأتي التحديات ويأخذ وقت من التبصر والوقت الهادئ حتى تسمح لبصرتك لحكمتك الفطرية أن تعمل. وبالتالي في ألعاب الحياة المهارات قد تكون نفس الشيء ولكن تكون كامنة. أستخدم عقلي وقلبي حتى أطور هذه المهارات. فالآن دعونا ننظر للجريان الأمور.
It's like jumping off a cliff. We want to go. نود أن نذهب في الأمور، ولكن أحيانا يكون عندنا مخاوف وشكوك، ولكن كل حولنا هناك جريان، لا شيء يتوقف. هل نفكر في أي شيء واقف في هذا العالم المادي؟ كل شيء يجري، كل شيء يدور في حلقات، كل شيء يتحرك، الفصول والأيام والساعات. وهنا أيضا بأجسامنا عندنا الجهاز الدوري، عندنا الجهاز التنفسي، وإذا هذه كانت في محجوبة، إذا كان هناك مقاومة أو انسداد في هذه الأجهزة الجسدية، سوف أستشعر بألم، ليس كذلك؟ فكل طبيب، وأعرف بأن عواطفي طبيبة هي التي تترجم الآن اليوم، سوف تعرف بأن عملها هو أن السماح لكل شيء بأن يجري بمرضاها. وما الذي يجلب الانسداد؟ وسوف يكون هناك الألم الناتج من معلومات أو الانسداد. نفس الشيء بالنسبة لعملية التفكير بعقلنا ومشاعرنا ومواقفنا وميولنا ومنظوراتنا، كيف نرى أنفسنا، كيف نرى العالم، كيف نرى علاقاتنا، وكلها ملونة بعملية تفكيرنا نحن. ولكن إذا كان هناك خوف، إذا كان هناك مقاومة، إذا أنا أقوم بأي شيء يتسبب في انسداد، هذا سوف يكون ما الذي نعرفه في وقتنا الهادئ، عندما نفكر في هدوء ونعرف ما الذي يجلب الجريان في أفكارنا ومنظورنا. ونأتي الآن إلى جانب كامن، الروح هي ذلك الوجود الروحي، وهذا الوجود الروحي غير محدود. هذا ما يربطك أنت وأنا كعائلة عالمية، عائلة الأرواح، وقلبنا ينبض لهذه التجارب، تجارب الحب والحقيقة والمتعة والحكمة والوضوح، البراءة. جميعنا نثمن هذه الصفات والفضائل، لأننا كأرواح نحن تلك الصفات. في هذا المستوى الذي يحجب ويعمل ذلك الانسداد هو المقاومة للتغيير، وهذا الذي يحدث عندما يكون هناك حرب للسحب والدفع، عندما نقاوم التغيير. وبالتالي حيث أن الخطوة الأولى هو القبول، وهذا عندما يقول الذي أقاوم سوف يبقى، والذي أحارب سوف يقوى، والذي أذهب ضده أنا أصبح. هذا صعب، أعرف ذلك، ولكنه حقيقة. عندما تفكر فيها الأشياء التي أنت تطالب بها وتصبح عكسها، لدي مثال، عندما تقاوم شيء سوف تقول لا أستطيع أتعامل مع الناس الذين لديهم إيغو، وإذا حاربت وأنت تساءلت عن أمانة ذلك الشخص، فما الذي سوف يحدث؟ الجماعة اللي عندهم إيغو سوف يدافعون عن أنفسهم، فبالتالي هذا يزيد من عملية الانسداد. وعندما تذهب ضد ذلك وتحاول تكون ضد ذلك الشخص الذي يكون في الكاذبة والغطرسة، هل رأيت
عندما تصف ذلك الشخص، ما الذي يحدث لوجهك عندما تصف ذلك الشخص الذي لديه الإيغو أو الغضب أو ذلك الذي يكون في حالة احتياج؟ دائما تستطيع أن تفكر في التاريخ، الناس المشهورين الذين عملوا ضد أشياء أخرى، وبعد ذلك الأشياء جرت في الاتجاه الذي هم ضده. وبالتالي عندما ننظر إلى ذلك فهو موضوع، فهو هناك اللعبة موجودة، اللاعبين موجودين، وكيف أستطيع أن أطور مهارتي بسهولة وجريان؟ وبالحقيقة ذلك هي علي أن أقبل التحدي، ولكن أحتضنه بمنظور صحيح وسليم. وسوف أقول بأن هناك عملية للتقبل، ولكن دعونا أول نعرف من هم اللاعبين في هذه اللعبة. قبل أن أقوم بذلك أود أن أشارك قصة صغيرة التي تشرح ذلك الجانب، جانب المقاومة والانسداد. نوعا ملك الذي سأل طلب رجله أن يضع حجر كبير أمام المدخل حتى ليحب يدخل عليه أن يتحرك حول ذلك. الملك عقب ما وضعوا هذا الحاجز تخبى في الحديقة ورأى أن الناس اللي كانوا يمشون اللي هم مثلا مستشارين كانوا يمشون وكانوا يشتكون، هل هذا لا زال موجود ويشتكون كيف أن الملك ما يقوم بأي شيء حتى يحرك هذا؟ والملك سمع هذا يقول بهالطريقة الناس يفكرون عني. وكان يتساءل هل يوجد أحد في مملكتي يهتم ويحرك هذا الحاجز؟ هل يوجد هناك أحد عند أصالة؟ وبعد ذلك جاء الشخص عند كثير من الخضروات، كان يفكر هذا الحاجز موجود هنا في الطريق، مفروض ما يكون في هذا المكان في طريق كل واحد، هذا لا يخدم المملكة. وحاول أن يدفعه، حاول أن يحركه، ولم يستطع أن يقوم بذلك. وبالتالي حاول يطلب مساعدة، وذهب لأصدقائه، ذهب إلى الحراس، ولا أحد ساعده. وفكر في طريقة أن يخلق طريقة بأن يحرك ذلك، واستطاع أن يحرك هذه الحجارة الكبيرة بيبعدها عن الشارع. وكان تحت تلك الصخرة كان هناك محفظة فيها الكثير من الذهب، وكان هناك رسالة إذا أي أحد يحرك هذه الحجرة فهذا الذهب هو ملكه. وهذا طبعا تم رفع هذا الموضوع، رفع مقام هذا الشخص أمام الملك. وهذا الكلام عن أنفسنا، عن وعينا، لأن الملك هو السيد نفسه. هل أنا قادرة على أن تكون لدي الشجاعة لأن أحرك تلك الأحجار الكبيرة في حياتي وأواجه، بحيث أنه لا يبدو فقط في تلك السد موجود فقط، كان خلق شكاوي وهذا جعل أسوأ وأسوأ، ولكن لدي تلك القوة على أن أواجه وأن أحرك. عندها هذه مهارة أنا أطورها، أنا لا أقاوم ولكن أقوم بشيء. لقد كنت استباقية في هذه الحالة. فدعونا الآن ننظر إلى الشرائح وننظر إلى اللاعبين في لعبة الحياة. هذه سهلة. أولا نفسي، ونتكلم عن النفس الروحية
ذلك الوجود الواعي بأني أنا كائن وجودي، أنا روح، وأني لدي هذا الجسم المادي، وأنا مولودة في علاقة، أنا مولودة في هذا المجتمع، في هذه البلاد، وأنا أتبنى ممتلكات، وفي هذا المجال لسبب والنتيجة للعبة الحياة هناك المواقف، وبالتالي هذا هو المجال. دعونا ننظر لهذه الأشياء للحظة، وإذا نظرنا المواقف، الممتلكات، فلوسك، سيارتك، منزلك، علاقاتك في العمل، في العائلة، وجسمك، وحتى نوع الجسم الذي لديك وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لك وللآخرين. وعندما تأتي إلى الذات، النفس هي أبدية، الروح موجودة دائما، وكل شيء آخر يتغير، الجسم يتغير، الناس يتغيرون، المواقف تتغير، وحتى المنزل يتأثر، والسيارة يجب أن تستبدل، كل شيء في ذلك العالم المادي يتعرض للتغييرات، إنه جزء من الحياة. ولكن الثابت هو ذلك الشيء الذي نسميه الروح، وبالتالي الجسم مصنوع من عناصر، والجسم فبالتالي يتشوق إلى هذه الأشياء، يحتاج إلى المعادن، البروتينات، والماء، كل شيء مصنوع منه. الجسم سوف يتوق لهذه الأشياء التي هو متكون منها. ما الذي مصنوع منه الروح؟ ما الذي الشاعر يكتب عنه؟ وهذا هو الحب، النعيم، البراءة، السلام، والقوة، قوة الحكمة. هذا ما الذي تتكون منه الروح، وهي موجودة في هذا العالم المادي، ونحن نحتاج أن نعرف أنفسنا أكثر في التأمل، الانعكاس، الوقت الهادئ، والصلاة، هذه كلها تساعدني حتى أطور هذا الجانب عن نفسي. الحقيقة هو نفسي، وكل هذه في استمرارية، كل هذه الصفات أبدية، هم عايشين ويعيشون خلال الوقت والتاريخ والعمل. نعود مرة أخرى إلى هذه الروح، فحتى نعرف هؤلاء لاعبي الأدوار بأن هناك أشياء تتغير، ولكن هناك عوامل ثابتة وهي مرتبطة مع الجريان. لن تفكر ما الذي يثبت إنه الحياة، الجريان هو الحياة. أنا سلام، أنا حب، فكروا في ذلك، أنا سعادة، وأنا هنا أعبر ذلك في العالم، وأنا أستقبل على ذلك. ولكن حتى نعرف هناك تغييرات، وهي تسمح لي بأن أكون أكثر مهارة وأكثر قوة وأن أقوي نفسي. الآن نأتي إلى هذه القصة العذبة، وهي لها علاقة بمنظورنا في الحياة. هذا المدرس الكبير في السن يفكر
إن الطلبة ما يأخذون العمق ويعرفون شيء له قيمة. والذي قام به هو قبل أن يأتي الطلبة إلى الصف وضع نقطة وردية في نص ورقة بيضاء ترك هذه الورقة على مكتب كل طالب. جاء الطلبة إلى الصف قال لهم لا تديرون الورقة لأنها كانت مقلوبة لأن هناك امتحان. الذي أودكم أن تقوموا به قبل أن تديروا هذه الورقة أودكم أن تعرفوا بأنكم سوف تكتبون مقال عما ترونه في تلك الورقة وبعد ذلك أنتم تسلمون هذه الورقة وسوف أقرأها للصف. سألهم مستعدين؟ قال لهم يلا ابدأوا في الكتابة. كل واحد بدأ يكتب عما يراه وبعد ذلك سلموا الورقة للمدرس والمدرس قرأ كل ورقة للصف وكل طالب بكل مهارة والذكاء الذي لديه كتبوا وكلهم تكلموا عن النقطة الوردية ما الذي تمثله ما الذي تعنيه لماذا هذه النقطة في منتصف ورقتي هي عبارة عن مسالك في المشاكل في الحياة الحصى في الطريق فقط ركزوا على تلك النقطة في وسط الصفحة وبالتالي المدرس توقف وقال لهم ولا واحد فيكم كتب عن تلك المساحة المفتوحة على الورقة كل واحد كان مركز على النقطة اللي في منتصف الصفحة وهذا نفس الشيء في الحياة أليس كذلك؟ إذا أنتم سوف تقدمون مشروع في العمل أو تغنون أغنية أمام أحدهم وكلهم سوف يعطونكم مديح وفقط واحد فيهم اللي انتقدكم شو اللي بتتذكرون؟ بتتذكرون التسعين مديح أو الانتقاد الواحد؟ أنتم بتظلون تفكرون في ذلك الانتقاد الواحد تقولون أنا فكرت أن مشروعي كان جيد وأن أدائي كان جيد وتفكرون طول الوقت مركزين على ذلك النقطة نقطة الانتقاد وبالتالي لدينا الكثير من الذين نستطيع أن نكون شاكرين والمدرس شرح ذلك لطلبته يتمنى أن الرسالة سوف تصل إليهم لديكم كل الحياة الطريق في حياتكم هناك الأشياء الكثيرة التي يمكن أن تمتنون لها الكثير من الأشياء متوفرة لدينا الآن لدينا الكثير ولكننا نركز على تلك الأشياء الصغيرة تلك الأشياء التي تأتي وبينما تمر الأيام وتنظرون طريقة منظور جميل ولكن في تلك اللحظة كيف ممكن تطورون المهارة بحيث ترون كل ذلك الفرصة والمساحة المفتوحة التي لدي وما هو القدر الذي لدي وما هو القدر الذي لدي كشخص وليس فقط كمستوى مادي It's interesting in والآن نو الشيق أنا لست مستعدة أن أكون هنا لا سوف أشارك شيئا لأن أود أن أشرح شيئا I think what it is that we get or I do anyway
fixated on wanting to change the other person. أنا الذي نقوم به أن نحن نركز على تصحيح الطرف الآخر ونشعر بأننا علينا أن نساعد ذلك الشخص. وليس فقط أن علي أن أتعلم كيف أقبل الشخص الآخر، ولكن أن ذلك الشخص قد جاء ليعلمني شيئا، لأتعلم درس في الحياة. وأنا أخذ هذه المواقف بهذه الحياة في أي علاقة لدي وفي أي واحد، أي واحد من هذه العلاقات ممكن يكون تحدي بالنسبة لك، ولكن ما هي الهدايا التي سوف أتعلمها وأكتسبها وأخذها من تلك العلاقة المحددة؟ بأن أقوم بذلك معناته أن أكون قادرة على أن أكون في حالة جيدة مع كثير من البشر، لا أقول مع كل البشر، لأن أشعر بهذه الحالة لأن هذا تحدي كبير، ولكن لا بأس بذلك. أقول بأني أستطيع أن أكون في حالة جيدة مع كل واحد، وهؤلاء الذين يكونون يخلقون تحدي أكثر، هؤلاء هم الذين يكون أصدقائي والذين يساعدونني في أن أكون الشخص الأفضل، الشخص الذي أود أن أكون عليه، بالذات لو كانوا يثيرون امتعاضي. لابد أن يكون هناك حقيقة، لابد أن يكون هناك شيء علي أن أتعلمه من ذلك الموقف. قد لا يكون بأني لدي نفس العيوب أو أنهم يكونوا غضبانين أو يغضبون بسرعة، إنه ليس من السار أن نكون في هذه الحالة، ولكن قدر الحالة التي تثيرني وتزعجني ذلك الموقف، هذا يقول لي بأن علي أنا أن أتغير وتحول، ليس هم أن يتغيرون. من عدة سنوات أنا عملت للطبيب، وكان هو رئيس في مهارته، وهو يتحدث في العالم عن مهارته وما الذي قام به، وهو طبيب مشهور وكتب الكثير من الكتب. وبطريقة ما أنا أصبحت في مكتبه وكان هناك صوت كبير، وفي كل مرة عندما أنا أقول اسم أكتب اسم خطأ، وكان يأتي لي ويكلمني بطريقة غير جيدة. وقلت لا يمكن أن يكون يحاول أن كل مرة يحاسبني على اسم ما كتبت بطريقة مكتوبة. أنا كنت في حالة شد عندما أكون أسمع صوته، وبالتالي علي أن أتغير، علي أن أركز، علي أن أقوم بهذه التجربة. أود أن أفكر فقط بالشيء الجيد فيه، تلك القوقعة التي هو خلقها حوله، أود أن أرى ذلك، تلك العذوبة في الوسط. وقد لاحظت ذلك عندما يكون يضحك مع مرضى، وعندما يكون لطيف مع أحدهم، وكنت أنا ألاحظ ذلك. فكان هناك ذلك الدب اللطيف في الداخل. ومرة دعاني في مكتبة كبير وأنيق، ونرى مناظر جميلة من مكتبة، ولكن قمت بهذه الممارسة. قلت عندما ناداني، قلت قد يكون قمت بشيء خطأ، وذهبت إلى مكتبة وقال لي إليزابيث كذا وكذا، كان يتكلم عن أشياء عادية علينا القيام بها. قلت أوكي، وبعد ذلك سألني سؤال وجاوبت على سؤاله، بعدين سألني سؤال آخر وأعطيت جواب فلسفي، وبعد ذلك كان هو لديه رد فلسفي، وبعد ذلك ذب في تلك المحادثة الفلسفية الجميلة وتوقف وقال انتظري، هذا ليس في النص. قال إليزابيث أنا لم أقابل أي شخص مثلك، ومنذ ذلك الوقت علاقتنا انتقلت وتغيرت تماما. عندما تركت ذلك المكتب
كان هناك دموع في عينه. كان هذا عذب لم أفكر بأن هذا قد يحدث، ولكن أنا لم أذهب في تلك المساحة لأن أغير الروح وأغير ذلك الشخص، ولكن عرفت أن أنا التي علي أن أتغير، أن أنا الذي حدث بأن لدي أنا منظور كيف أرى العالم وكيف أرى نفسي. وبالتالي عندما أضع تسمية على شخص معين سوف يواصلون في أن يتفاعلوا معي بتلك الطريقة لأن لدي تلك الرؤية. فإذا أنا عامل بهذه الطريقة وهو رد علي بنفس الطريقة، وبالتالي سوف يكون عندما يقول كيف أتي كتابة هذه الكلمة، وعندما أنا أتي بخوف سوف يضع هناك حاجز دفاع. بالرغم من أنه يبدو كأنه دب كبير، إلا أنه في الداخل هو دب صغير لطيف. وبالتالي هو حقيقة بأنه يعتقد بأن الناس لا يفهمه، لأنه خلق تلك ذلك الحاجب حول نفسه. عملي أن لا أكون مشدودة أمامه، وبعد ذلك هذا جلب علاقة ثقة وحبوبة في تلك ذلك التواصل. وبالتالي أنا خلقت تلك الخطوات الخمس التي تستطيعون أن تأخذونها معكم وتمارسونه في حياتكم، وتجعلون في حياتكم وتجعلون في اعتباركم تلك اللعبة، وكيف نبقى في هذا الجريان. دعوني أشارك هذه الشريحة الأخيرة معكم. بطريقة ما جاء الاسم الله، أتمنى أن هذا لا بأس، ولكنها خمس خطوات جميلة. أول خطوة أن أتقبل وأن أكون محايد، مثل التأمل. بما أننا نتكلم عن لعبة الحياة، ماذا لو نجلس مع الله على أنه هو مدربنا ومرشدنا، وأن نرى كل شيء كفائدة. الحياة لا تحدث لي ولكنها تحدث من أجلي. وبالتالي الخطوة الأولى هو أن نقبل وأن نعترف وأن نتراجع من مساحة الألم، ويكون لدينا محادثة مع الله، مع المدرب الأسمى، مع الله. والخطوة التالية نتعلم، نسأل أسئلة، يكون لديكم محادثة مع أنفسكم أو مع ذلك الوجود الرباني. وهو عن مستوى أمانتكم والذبذبات العالية والقيم التي أنظر إليها وتعلم عنها. يصبح كأنه عندما أسمح لله أن يكون في تفكير يصبح ذلك، وأتراجع عن موقف، تستطيع أن تفكروا في شيء يحدث لكم الآن. ما الذي أولنا تعلمه عن نفسي، عن الموقف مع الآخرين، ولكن يأتي في الحقيقة ما الذي أنا أحتاجه، وميزوا ذلك واسألوا سؤال: ماذا يحتاج هذا الشخص؟ مثلا دكتور كوفين خلق جدار حوله، وكل شخص يحتاج ذلك الحب وذلك الاحترام. وبالتالي حتى نضع ذلك في اعتبارنا، كل شخص مصنوع من الحب والسلام والحكمة. وإذا أنا اعترفت ذلك في الشخص الآخر وحاولت على محافظة على هذه الرؤية، سوف يشعرون بالأمان بأن يقابلونكم هناك، وأيضا أنا سوف أطور ذلك في نفسي. وبالتالي أحب الخطوة التالية،
الحب. وهذا بالنسبة لي هو الأساس للجريان، لأن ذلك يعني أنه يعني الرحمة والتعاطف على المستوى الروحاني، أن نبعث الأمان الخيرة للناس الذين يزعجوني. هذا تحدي بحد ذاته، وحتى أتكلم ذلك عن نفسي أي لا زال تحدي، ولكن الفائدة من ذلك عظيمة جدا. إنه كأن الفراشة التي تضغط على ذلك الحاجز الذي أنا أعتقد بأنه يحميني، ولكن ذلك أصبح جانب معيق، وبالتالي بإرسال أمان الخيرة وأعرف بأنهم يلعبون دورهم حسب منظورهم، وأي جراح أو مواضيع لديهم هم في لعبة حياتهم التي تعتبر تحديات بالنسبة لهم، دعوني أستثمر في خيرهم، دعوني أرى صفاتهم الربانية، تلك الصفات الأبدية التي دائما موجودة، وسوف ترون بأن علاقتكم مع ذلك الشخص سوف تتحسن، أو على الأقل سوف أحافظ على أصالة صفاتي الفطرية، سوف أبقى مسالم ومحب سعيد. وطبعا تأخذون القفزة، وعادة نفكر بأن الحب من الخارج، بأن إنه ما الذي أنت عليك أن تمنحني أو العالم أن يمنحني السعادة، ولكن في هذه الرحلة أدركت بأن هذه الأشياء التي الصفات التي لدي، إذا أنا وفرة فعلي أن أسمح لتلك الصفات أن تجري، أن تحب مهما كان، أن تحترم مهما كان، أن تقدر، ويكون هناك امتنان لذلك كل تلك المساحة المفتوحة، ولا يكون لدي مساحة إلا أن أنتعش، لأن تلك نمط التفكير ذلك سوف يكون بجودة عالية، وذلك يكون الطريقة السهلة للمحافظة على صحبة الله، أن يكون ذلك الله الخالق الله معي. وطبعا والثمار هي حتى بالأمس كان لدي تحدي، وكنت فيه حسيت بأن هذا الحديث اليوم كان هدية بالنسبة لي في وضع هذه الأمور مع بعضها، وبالتالي استخدمت الخطوات الخمس، وكانت تجربة رائعة. وأيضا علمني أن أثق بأن كل شيء يحدث لسبب، حتى عندما نفهم المفاهيم مشاركتها معكم وتبدو جيدة، ولكن أهم من ذلك تجربتها واختبارها، وبعد ذلك تأتي الاستجابة، تحصل على التناغم، تحصل على التعاون. وأيضا ما هو جميل بأن ذلك الشخص الصعب يثق فيك. بالنسبة لي ذلك هو عبارة عن ميزة كبيرة للحياة الروحانية. أعتقد بأن عندنا وقت لتأمل قصير. قد أتحفز لأن آتي في أغنية، ولكن أبقوا في التأمل، أبقوا في تلك التجربة، أن بأنكم روح في الجريان، في جريان الحياة، فخذوا نفس عميق جميل للداخل، واقبلوا فقط البيئة والجسم
تخلصوا من أي شد، سواء كان جسدي أو ذهني، فقط استرخوا تماما. وتخيلوا أنفسكم جالسين على ضفة النهر، إنه يوم دافئ وهناك نسيم بارد، وأنتم تستمتعون بهذا الجريان للماء. تستطيعون أن تشموا الأرض وتحبون صوت الماء وهو يمر بلطف. فقط أنتم تذهبون مع ذلك الجريان للنهر وتلاحظون بأن هناك حاجز مطاطي، وهناك قطعة مطاطية، وهذا يجعلكم تستسلمون وتضعون أنفسكم في هذا المكان. أنا أثق بأن النهر سوف هو الذي يحرك تلك القطعة المطاطية، بأن تتحرك باللطف وأكون في حالة راحة وواضع رأسي بكل لطف هناك. وأسترخي وأسمح لتلك القطعة المطاطية التي مثل العوامة أن تتحرك وتمر بين الأشجار، والهواء يمر على وجهي، وبعد ذلك تبطأ تلك العوامة، وأرى نفسي في منتصف بحيرة جميلة، منظر كامل يفتح لي، وأرى أشجار وأرى جبال، أرى الجمال الذي يحيط بي، وأخذ نظرة على حافة البحيرة، والبحيرة ساكنة تماما، وأرى انعكاسي. عيوني مليئة باللطف والرحمة، and I notice a beautiful gem at the bottom of the lake as I see
My own reflection, I notice a beautiful gem at the bottom of the lake. I take notice of something at the bottom of the lake. أرى انعكاسي ألاحظ شيء في أعماق البحيرة الذي يعكس نور الشمس وأمد رعي إلى الخارج لأن أصل لتلك الجوهرة تلك الحجر الثمين وأمسك ذلك الحجر الثمين وبينما أبدأ في أن أجلبه من أسفل البحيرة تضيء البحيرة جميعها بألوان جميلة بالأحجار مع الأحجار الكريمة الأخرى وأبرز هذا الحجر الكريم والبيئة تكون مليئة بالنور and I examine the beauty and the luster of this precious gem وأتفحص جمال هذا الحجر الجميل هذه الجوهرة وألاحظ بأن في جانب واحد هناك كلمة هناك عالم هناك كلمة تقولها تلك الحجرة تلك الجوهرة ماذا تقوله لي تلك الجوهرة ذلك الحجر الكريم لا أعيش دائما حياة حب أشع جمال الله من الداخل للخارج سوف أفتح قلبي كل يوم لحب العائلة حب الحياة وحبك أنت تلك هي البداية ليست نهاية للمباركة على المباركة صديقي لأمشي دائما مسار السلام ليجلب العالم الوحدة وحدتنا لأن تزداد لتكون كل ما كلمة تكلمها تكون قوية وحقيقية سوف دائما أرى وجه الله في وجهك أنت هذه هي البداية ليست النهاية للمباركة على المباركة أصدقائي والآن أنت ملتزم تستطيع أن تغير العالم أنت تفهم بقلبك وروحك أنت تفهم لتكون جميعنا لنضيء حياتنا ونورنا الداخلي بألوان قوس قزح لأن تشعل كل العالم ومهما كانت خياراتنا تقودنا إلى سوف يكون هناك دائما نعيم بداخلنا لكم هذه هي البداية ليست نهاية المباركة على المباركة أصدقائي والآن نحن
ملتزمين للخدمة نستطيع أن نغير العالم خلال قلوبنا وأرواحنا. نعم، نحن نفهم متى نفكر في جبال ملامسة للبحر، سوف أرى الجزيرة المقدسة كجزء مني ومنك. والنور سوف يضيء الليالي الحالكة، سوف نضيء العالم بحبنا ونورنا. هذه هي البداية، ليست النهاية. للمباركة على المباركة، مباركة على المباركة، مباركة على المباركة. أصدقائي، شكرا جزيلا على هذا الصوت ملائكي، وفعلا تلامس القلب. شعرنا بالكثير من الحب، هناك الكثير من الشكر والقلب على صندوق المحادثات. الظاهر ما في أحد يبغى يسأل أسئلة، فقط يستشعرون الحب. شكرا، استمتع بذلك. قلت يكونوا ممتنين، لا تشعر، لا تنظرون فقط للماضي. عليكم أن تروا بذلك المنظور الآن، وأنتم لديكم التحدي. ليس ومثال الفراشة كانت جميلة، أنت اليوم فراشتنا. وأيضا حبيت عندما قلت أقبل التحدي واحتضنيه، ليس فقط اقبلوه ولكن احتضنوه. علينا نحن أن نتغير، ليس العالم يتغير. أحب الله، تقبل، تعلم الحب، اسمح والثمار. هذا السؤال، كيف نقاوم تحديات الحياة بالغناء كونك مغنية؟ الظاهر هذا اللي سألها السؤال هو مغني. هناك الكثير من الأسباب لأن نغني. أعتقد حسب مهارتنا ومواهبنا، عندما نخدم بتلك المهارة، ذلك الذي سوف يمنحنا المردود. وبالتأكيد الجريان، عندما تقوم بذلك بدون ذلك تلك التوقعات، أعتقد هناك الكثير من الفرص التي أعطيت لهذه الروح لأن تغني. لم أفكر أبدا بأن هذا سوف يحدث. الفرص لا، ليس ما أنا قررته أو خططته أو صممته، لكن وضعت في حضني. أعرف بأن عندما قررت ذلك القرار أن أترك المسرح، أنا فقط قررت ذلك القرار بأن حياة المسرح لم تتناغم معي، وذلك قبل أن أكون في مسار روحاني. قلت هذا ليس أنا، بالعالم عليك أن تبيع روحك لتكون فنان. قلت أنا آسفة، لا أود أن أكون ذلك. وهذا كان بالنسبة لي قضاء كبيرة وتحدي لهذه الروح. من سأل هذا، أنا أفهم ذلك وأعرف بأن إذا هناك فوضى، فأعرف بأن هناك شيء ولد، شيء جديد ومثير، وفقط عليك أن تصغي ذلك وترعاه مثل الطفل الرضيع، وسوف يأتي إليك. اسمح له بأن يجري، واصل في أن تغني، في أن
حسب الفن الذي لديك أو مهارتك التي لديك، استخدمها من أجل الخدمة وسوف تحصل على المردود بناء على ذلك. شكرا للإجابة الواضحة. هناك عندما قلت أن نواجه تحديات الحياة بالقلب والرأس، كيف نواجهه بقلبنا؟ أعتقد بأن المنظور يساعدك بأن تضبط نفسك إلى الفهم، وهذا الذي سوف يساعد القلب على أن يستسلم. يجب أن يكونوا مع بعض القلب والرأس، أحيانا نسميه السيد والطفل. الضمير يعرف، ولكن نحتاج أيضا إلى مهارتنا. هناك حكمة في القلب، إنه الذكاء البديهي الغريزي، وهذا لا يعني بأن تترك نفسك ضحية وفريسة الآخرين، ولكن مستعد لأن تكون منفتح حتى تقوم بذلك. عليك أن تشعر بأنك مستحق، عليك أن تشعر بأنك مستحق، بأن أنا محبوب، بأن الله يحبني، بأن وجودي محبوب، وثقة في ذلك، وذلك سوف يعلمك بأن الحب حقيقي، بأنه أبدي وقوي، ذلك الحب. وأيضا لدينا سؤال آخر، هناك ناس يكونون أنانيين ويكونون طماعين وسيئين، كيف ممكن أن تحبهم وتحييهم؟ إنه من أجل فائدتي أنا، وأعتقد بأن بعض الدروس التي أنا أخذتها أن أكون متعاطفة ومحبة، أن أسأل لماذا هم طماعين؟ ولماذا هم يضعون هذه الخيارات؟ إنه ليس إن سؤال منفتح، إن السؤال هنا ما الذي يحتاجونه؟ هم فعلا يحتاجون إلى الأمان والحب. عادة الطمع عندما الناس يقوسون استحقاقهم بما لديهم، هناك وحدة، لأن هذا لا يرضى، لا يكون هناك رضا أبدا. أستطيع أتخيل نور الحب، بأنهم محبوبين، بأنهم في أمان، هم في مكان آمن ومضائين ومحاطين بحب الله، وأن نراهم بهذه الطريقة، نراهم حسب ما أرى الله يراهم. وهذا منظور شيق أن نلعب به، أرى بأنه أسهل، أن مهما كانت أعراضهم، إذا كنت طبيب وأحدهم عندهم هذا الأعراض الطمع والغضب، لا تود أن تأخذ ذلك المرض، فعليك أن تحمي نفسك وتبقى محباً. ولكني أيضاً لن أحكم عليهم لأن لديهم مرض، ولكن حدث بأن هذا مرض روحاني، وتلك الطريقة القديمة القيام بهذه الأشياء، بأن نقطعهم جانباً. وعندما أقوم بذلك أنا أقطع جرياني، أنا أحرم نفسي، أنا أعيق نفسي. فبالتالي عندما يكون لي ذلك التعاطف، فذلك يسمح لي بأن أذهب ما وراء ذلك. شيء تستطيعون أن تجربون به بخطوات صغيرة، قد لا تكون خطوات كبيرة، ولكن رأيت بأن هذا عمل بالنسبة لي، نجح.
ليس بأني سوف أغير الشخص ولكن عندها لن أستجيب بكلمات غير جيدة وإذا حصل بأن طلعت مني كلمات غير جيدة أعرف بأن هناك شيء علي أن أقوم به ولكن علي أن أكون متعاطفة مع نفسي أرى أقول بأن أوكي أستطيع أن أرى وإلا في أني عندما أكون أنا صعبة مع نفسي سوف أخبي ذلك عن نفسي وأقول بأن هذا عبارة عن وباء العميان بأن لا نرى كيف نحن ننظر للعالم ونتفاعل مع العالم ولا نرى الآخرين ولا نصغي لبعضنا البعض فعلي أن أصغي لما أحتاجه وأن أتعرف ما الذي يحتاجه الآخرين أيضا فقط لاحظوا ما الذي يحدث وقلبكم سوف ينفتح ولن يغلق والحماية هو الثقة والإيمان مع جريان الحياة تلك الوفرة في الحياة وبالتأكيد صحبة الله سبحانه وتعالى عندنا سؤال أخير يمكن في تجاوبينا بسهولة باختصار كيف نتعامل مع تحديات فيروس كورونا؟ هل نتجاهله أو لديك بعض النصائح في هذا المجال؟ هذا سؤال جميل. هناك التحديات المادية التي علينا أن نتعامل معها. هذا لا يعني أنك لا تأخذ احتياطاتك. أعتقد بأن كل هذا المجهود أن نأخذ الأمور بسهولة التحديات سوف تأتي والآن نحن نتعامل مع تحدي عالمي فأتذكر وأنظر ما الذي يجلبنا مع بعض والذي يربطنا كعائلة عالمية فهذا الجانب الإيجابي علينا أن ننظر ما هو النمو هنا وذلك يساعد ولكن علي أن أخذ احتياطاتي علي أخذ اللازم ولكن بدون توتر الخوف سوف يحجب الطاقة أعمل ما علي أن أقوم به لمحافظة على نفسي في سلام وأمن وسوف نقود هذه الموجة مع بعض أقول نعم قموا بشيء من أجله ولكن أيضا خذوا الدروس التي تتعلمونها هنا وكيف ممكن أن أكون مع الجريان وبسهولة ذلك تلك إجابة سريعة شكرا هذا سؤال جميل نود أن نعلن بأن 31 مايو هذا الإعلان بالعربي بيكون 31 مايو أنا تعلمت كثير من هذا الكورس إذا أحد فيكم يحب يسجل هذه الدورة مجانية وإذا تحبون تسجلون طبعا ممكن تتواصلون معنا شكرا أن هذا لامس قلبي وجعل قلبي يرقص شكرا جزيلا وهذه محاضرة جميلة واستمتعنا بها كثيرا شكرا للكثير والجميع من البحرين والكويت وتركيا شكرا خالد وشكرا هارموني هاوس وتصبحون على خير